الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه التامة الصلاة القائمة محمد الوسيلة الفضيلة وبعث المقام الذي تلويت انك لا تخدم الميعاد لا اله الا الله سبحانه وتعالى. بتنا الدنيا حسين الله اكرم اكرم. الله قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب الذين كفروا
الله لا يهدي القوم الظالمين. وكم الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال إن يحيى هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 800 عاما فانظر إلى طعامك وشرابك لم تسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظروا إلى العظام كيف نشزها ثم نكسوها لحما. لما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فأخذ أربعة من الطير وصرهن إليك ثم اجعل أكل جبلا منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا لمن الله عزيز حكيم. مثل الذي ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة بدت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة الله يضاعف لمن يشاء الله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المعروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تطلبوا صدقاتكم بالمن ولذنك الذي ينفق ماله ورئاء للناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر مثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وتركه صلا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل الله بما تعملون بصير. يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار فيها من كل الثمرات وأصابها كل كبر وله ذرية ضعف فأصابها صار فيها نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتذكرون. يا أيها الذين آمنوا انفقوا من الطيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض ولا تتيموا والخبيث من تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا إن الله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر الألباب. ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. أن تبدو الصدقات فناء وأن تخفوها وأن تؤتوها الفقراء خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم الله بما تعملون خبير. ليس عليكم هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خيرا فلا لأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله والله وما تنفقون من خير يوفي إليكم وأنتم لا تظلمون. الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا بالأرض يحسبهم الجهنية من التعفف تعرفهم بسمائهم لا يسألون الناس ما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون أيقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، من جاءه موعظة من ربه انتهى له ما سلف أمره الله من عاد، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين، فلم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظروا إلى ميسرة، وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا تدينتم بدين إلى أجل مسمى اكتبوه، ولا يكتب بينكم كاتبا بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليمل الذين عليه الحق، اتقوا الله ربه ولا يبخس منه شيئا، إن كان الذين عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو يستطيع أن يمل له فليمل وله بالعدل، واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونوا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء إن تضل أحدهما فتذكر أحدهما الأخرى، ولا ياب الشاهد إذ ما دعوا ما لا تسمون تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلك أقسط عند الله، وأقوم بالشهادة وأدفع لا تقول أن تقولوا تجارة حاضرة تديرونها بينكم وليس عليكم جناح إلا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإن الله فإنه ولا تفعلوا فإنه يسوق بكم التقوى وليعلمكم الله كل شيء عليم. إن كنتم على سفر لم تجدوا كاتبا فراهن مقبول، فإن من بعدكم يودي الذين آمنوا اتقوا الله ربه ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه ما تعملون عليم. لا ما في السماوات وما في الأرض أن تبدوا ما بين أنفسكم أو يحاسبكم به الله، ويرزق من يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين كلا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، قالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. السلام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما كسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تتحملنا ما طاق لنا، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل أن يهدى الناس، وأنزل الفرقان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب آيات محكمات أن تبوا وحرام تشاد
تواتوا إلى أمان ولو إلى الله رسول لم يكن آمنا به من عندنا قلوبنا بعد أن تهديتنا ربنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه. الحمد لله. الذين كفروا لم تكن أمواله ولا حقدك رسوله ولا أولادهم من شيء إلا هم يقود النار حجاب من الذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب والذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم ما يتم قاتل في سبيل الله وأخواتي تنيرون الله يريد نصر إن في ذلك لا عبرة للنبي صار زين للناس حد مشروعات منه تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوانا من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا النار الصابرين والصادقين والقانتين ربنا المستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة بالقسط صلي بعد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
إلى في قريش، إلى في رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. محمد السلام عليك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله ولا شريك له كل شيء مطير لحلال. لا إله إلا الله.